كيف حالكم أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم بقناتكم عالم العملات الرقمية. أصدقائي، القناة الأولى بالعالم اللي بتهتم بأرباح الحلال وتجارة الحلال والصفقات الحلال. أصدقائي، شمعة حمراء للبيتكوين، للأسف شمعة حمراء ورا شمعة حمراء. الوضع مأساوي جدا، انهيار ورا انهيار، شلال الدم كل ساعة عمال بتزيد. في ناس دخلوا بالسوق بشمعة وحدة عم تصفي حساباتهم وخسروا رأس مالهم. أبدا ما بتمنى الخسارة لحدا يا شباب. بتمنى من أصحاب الفيوتشر يبعدوا هلا من السوق بهالوضع هاد، لأني خسارتهم بتبقى فادحة. الحقيقة شباب، التصحيح لابد منه ليرجع يسترجع السوق حيويته، لنرجع نشوف مناطق الخمسين. هي مجرد لعبة حيتان مو أكتر، بيطلع خبر سيء بيتأثر فيه سوق الكريبتو، بيهبط البيتكوين وبينزل معه جميع العملات الرقمية. أصدقائي، اللي صار بالانهيار هذا بسبب الصين. من بعد ما شفنا مناطق الخمسة وأربعين وكنا متفائلين جدا وشفنا الصين عم تحارب العملات الرقمية وقالت عنا العملات المشفرة غير قانونية، بنتيجة هذا الخبر صار الانهيار. وبكرة ان شاء الله السوق بيرجع يستعيد حيويته، بينتهي تأثير الخبر، بيكون الناس خافوا من هالخبر وباعوا، والحيتان بيستنوا هي خبر لحتى يشتروا. هاي اذا ما كانوا هنن اللي صنعوا. اصدقائي، مهما كان الخبر وتأثيره على السوق، ما تبيع بخسارة، لاني هنن رح ياخدوا رأس مالك بهالخدعة هاي. صديقي، انتظر على الاقل ليطلع رأس مالك اذا ما بدك مربح، لحتى تسكر الصفقة. ونحن قناتنا التليجرام، نحن دخلنا في صفقة عملة الادا وعملة البي ام بي، ودخلنا بعملة الاريس. صفقاتنا كانت جدا رائعة، حققنا منها مكاسب، دخلنا بهبوط السوق وطلعنا بارتفاعه. اصدقائي، صفقاتنا مضاربة وجدا رابحة. اغلاق شمعة اليومية كانت ايجابية، لكن اصدقائي خبر الصين اثر كتير على العملات الرقمية اليوم. لكن مع شراء الحيتان كمية كبيرة من البيتكوين، ارتطم السعر بمنطقة 40,000 وارتد عنه. وهلأ اصدقائي السوق بين نزول وبين صعود، بين مناطق 40 الى 45. بتصوري اذا ما لمسنا القاع قوي يعطينا دعم لحتى نغادر مناطق الاربعينات، واتوقع هي منطقة الدعم القوية هي 38. اصدقائي، اذا ما لمسنا هاي المنطقة ما رح نشوف مناطق الخمسين. اصدقائي، هبوط السوق هو لصالحك ما هو ضدك، فرصة لك انك تشتري وتعزز عملاتك. بإضافة لخبر الصين السيء، دولة الإمارات اعترفت بالعملات الرقمية، اعترفت بشكل رسمي. نحن هلا حاليا بمناطق دعم قوية وبتقبل كل الاحتمالات. احتمال الصعود يكون وارد واحتمال يكون النزول وارد. أصدقائي، حتى نقول صرنا بإيجابية، لازم نكسر منطقة 45 بفوليوم قوي. نحن قدرنا نتخطى منطقة 45 بس ما قدرنا نثبت عليها ولا ساعة. هالشي ببشرنا انه رح نزور مناطق 45 بالقريب العاجل، وابدا ما بتمنى الخسارة لأحدا. اصدقائي، انضموا لنا لقناتنا على التليجرام لتعويض خسارتكم، رابط القناة باسفل الفيديو. بتمنى تشاركونا الربح مع فريقي التليجرام، متخصص لدراسة العملة وتحليلها ووضع الصفقات عليها. أصدقائي، وهيك بكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر.